لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص تقديم مناسك الحج والعمرة. وقد مر معنا في حصص سابقة بفضل الله تعالى تقديم تعريف الحج والعمرة لغويا واصطلاحيا، وتقديم فضل الحج والعمرة وحكم الحج والعمرة، وبينا كذلك شعار هذه الرحلة المباركة والهدف الأسمى المنشود من خلالها، وهو طبعا كما بينا أن يحصل المؤمن الحج المبرور وأن يفوز بعد عودته بالحج المبرور. أما شعار الرحلة فهو كما بينا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وحتى يحصل المؤمن الحج المبرور لا بد أن يقدم لذلك بعدة خطوات وأعمال وإنجازات. فبما ننصح حجيجنا الميامين يا ترى قبل أن يشرعوا في أداء مناسكهم؟ أول ما ننصح به حجيجنا الميامين أن يبادروا إلى التوبة إلى الله تعالى، ولا ينتظروا حلولهم بالبيت العتيق وبالحرم الأمين، بل من أراد الحج والعمرة فعليه أن يبادر بالتوبة من بلده، لقول الله تعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وللبشارة التي زفها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: والتوبة تجب ما قبلها. وبعد التوبة على المؤمن أن يرد المظالم لأصحابها، من تعلقت بذمته مظلمة من مال أو عرض أو أمانة فعليه أن يتحلل منها، أن يرد المظالم لأصحابها، وأن يعترف بذنبه وخطأه، وأن يستحل منهم ما أخذ منهم حتى يلاقي ربه جل وعلا وهو يؤدي المناسك ولا عهدة في عنقه لأحد. رد المظالم استسماح الخصوم، قد تحدث خصومات بين المؤمنين، بين الأهل والأقربين، بين الزملاء، فالحج فرصة للتسامح وللتصالح ولتصفية الحسابات إيجابيا، حيث على من أراد الحج والعمرة أن يذهب إلى كل من كانت بينه وبينه خصومة فيستحل لنفسه من ذلك، يستسمح الخصوم، يرد المظالم، يؤدي الأمانات والودائع، من كانت عنده ودائع أو أمانات فليؤدها إلى أصحابها. ومن الخطوات المطلوبة أيضا، وهذه تعد من الضرورات، تعلم مناسك الحج. فحضور دروس تعلم المناسك هذا من الواجبات يا إخواني. لماذا؟ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع. وكثير من الناس يقولون خطأ: سأذهب إلى هناك إلى بيت الله وسأفعل كما يفعل الناس. وستتبينون وستكتشفون أن هناك كثير من الخلاف بين من يقوم به هذا وما يقوم به هذا. اختلاف في النية قد يفسد العمل وقد يبطل العمل، ولذلك لا بد أن تتعلم المناسك وكيفية أداء
شعائر الحج، هذا من أوكد الواجبات. كذلك من الاستعدادات في الجانب الصحي، على الإنسان أن ينظر في بدنه إن كانت له ربما بعض الأمراض أو بعض الآلام والأوجاع، فندعوه للمبادرة إلى معالجتها الآن قبل أن يذهب إلى البقاع المقدسة، لأن الإنسان هناك يكون أحوج ما يكون إلى صحة بدنه وإلى عافيته الجسدية. كذلك نوصي أخواتنا وبناتنا اللواتي يعني يحضن، فكل أخواتنا وبناتنا ننصحوهم باش يتوجهوا للطبيبة المباشرة متاعهم أو طبيبهم المباشر، باش يعلموهم بعزمهم على الرحلة للحج إلى بيت الله الحرام، حتى يأخذوا بعض التوصيات وبعض الأدوية لتوقيف الدورة الشهرية عند أدائهم للمناسك، حتى لا ينغص عليهم ذلك، وهذا ننصحهم بالمبادرة إليه من الآن. كذلك كل إخواننا وآبائنا وأمهاتنا أصحاب الأمراض المزمنة لابد أن يتوجهوا إلى الأطباء المباشرين لهم حتى يعلموهم وحتى يأخذوا الجرعات الكافية من الدواء يصطحبوها معهم في هذه الرحلة، حتى لا تختلف عليهم جرعات الدواء. كذلك نوصي من هم من أصحاب الأعمال وأصحاب المسؤوليات ومديري الشركات، هؤلاء أن ينظموا أعمالهم وأن يحسنوا في تعاملهم وأن يكتبوا ويوثقوا كل ما يتعلق بذممهم. وكذلك نوصي الآباء والأمهات الذين عزموا على إقامة شعائر الحج أن يعدوا أبنائهم خاصة الصغار منهم، أن يعدوهم في الجانب النفسي لأن الغياب ستطول مدته. كذلك تحري النفقة الحلال، أوصيكم يا إخوتي، هذا من شروط قبول الحج ومن شروط تحصيل الحج المبرور أن تكون نفقتك حلالا. وأذكركم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا خرج الرجل يؤم البيت الحرام ووضع رجله في الغرز، أي في الركاب، في ركاب الدابة، وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من قبل الله تعالى من السماء، إن كان زاده حلالا قال له: لبيك وسعديك والخير إليك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مأجور غير مأزور. أما إذا كانت النفقة حراما والعياذ بالله، فهنا ينادى من قبل السماء بمن يقول له: لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور والعياذ بالله. كما نوصي حجاجنا الميامين، نوصيهم بشيء هام، وهو أن يعودوا أنفسهم على الصبر وعلى حسن مخالطة الناس وعلى الحلم وعلى الصفح وعلى التجاوز، فأنتم يا ضيوف الرحمن ستقيمون هذه الشعائر في ظروف بيئية خاصة مرتفعة الحرارة، وفي ظروف من الازدحام الشديد والكثافة البشرية الكبرى، مما يتطلب منكم صبرا وخفضا للجناح وحسن معاملة للناس أجمعين، حتى تظفروا في النهاية بالحج المبرور. هذه جملة من الوصايا التي تتأكد والتي ينبغي أن نسوقها إليكم. كما أوصيكم أيها الحجاج الميامين، نوصيكم بحسن التعامل مع البعثة الرسمية التي تضم المرافقين وتضم المرشدين وتضم المعينين الصحيين من أطباء وممرضين وغير ذلك، فكل هؤلاء أنتم مطالبون بحسن التعامل معهم، بل بإعانتهم وبالاستماع إلى نصائحهم، وأن نتجنب التشنج في العلاقة مهما كان مأتاها ومهما كان سببها. اعلموا جيدا أنكم ضيوف الرحمن في حرم الله الأمين، اعلموا جيدا أنكم مراقبون من قبل الملك الديان. كما أود أن أوصيكم بالعناية بالجانب الغذائي، فأحسنوا غذاءكم هناك،
إياكم، يعني أوصيكم بالغذاء الحسن وبالراحة والنوم، فاعلموا أن رأس مالكم الأساسي هناك، وأنتم تؤدون شعائركم هو صحة أبدانكم. فحافظوا على غذائكم وتوازنكم الغذائي، حافظوا على جرعاتكم من الدواء، حافظوا على غذائكم المتكامل المتوازن المنتظم، حافظوا على أخلاقكم وسلوكياتكم. من هنا يبدأ العمل، ومن هنا يبدأ الاستعداد. أوصي الرجال بالرحمة وبحسن المعاملة، وأوصي النساء بالحياء. نعم، أوصي أخواتنا وبناتنا بالحياء، أن يكن على هيئة من الحياء والحشمة والاحترام والأدب، وعدم الدخول في المماحكات، وعدم الدخول في الخلافات لا قدر الله، وتجنب المراء والجدال كما بينا. ويكفي في هذا الصدد استدلالا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أنا ضامن ببيت في ربض الجنة. لمن؟ لمن ترك المراء ولو كان محقا. إذن فتجنبوا المراء، وتجنبوا الجدال، وتجنبوا الخلافات يرحمكم الله. كما أود أن أوصي إخواني الكرام وأخواتي بحسن تكوين المجموعات، وهي ما تعرف بالرفقة الطيبة. فأنتم ستعيشون في إطار مجموعات 6 أشخاص، 7 أشخاص، 8 أشخاص، وأن تكونوا إخوة، وأن تحسنوا اختيار بعضكم في إطار هذه المجموعات. لماذا؟ لأن ذلك ييسر عليكم أداء الشعائر وإقامة المناسك. وحاولوا أنكم تكونوا متألفين، متجانسين، متقاربين فكريا وذهنيا، واعلموا أن من سيتنازل لإخوانه فأولئك هم ضيوف الرحمن. والتنازل وخفض الجناح والتضحية وخدمة المجموعة، هذه من الدروس المطلوبة ومن الدروس المستفادة من خلال إقامة شعائر الحج. فقد تكون أنت هنا في بيئتك تكون الآمر الناهي، أما هناك فستكون عبدا من عباد الله، يبدو متواضعا خاضعا في حرم الله الأمين، معينا لإخوانه المؤمنين، متواضعا لضيوف الرحمن في حرمه الأمين. هذه جملة من الاستعدادات سقتها لكم يا ضيوف الرحمن، وهذه من صميم حسن الاستعداد لنيل ولتحصيل وللظفر بالحج المبرور. فبادروا من الآن إلى هذه الاستعدادات الإيمانية، العلمية، الصحية، التربوية، الاجتماعية، على كل هذه الصعد وعلى كل هذه المستويات، حتى تكونوا يعني مستعدين أحسن الاستعداد لأداء مناسك الحج والعمرة في أحسن الظروف. والله أسأل أن ييسر لكم أداء المناسك، وأن يعينكم على حسن إقامتها وحسن أدائها، وأن يمن عليكم بالقبول، وأن يجعلكم عونا لإخوانكم في إطار أدائكم لهذه الشعيرة العظيمة. أستسمحكم أيها المشاهدون الأفاضل في فاصل قصير، ثم نعود لمواصلة مسيرنا مع رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص تقديم مناسك الحج والعمرة. فبعد أن قدمنا في الحصة الماضية، قدمنا الاستعدادات التي يجب أن يقوم بها من أراد الحج والعمرة وهو يبتغي بذلك تحصيل الحج المبرور، استعدادات علمية، استعدادات إدارية، استعدادات صحية، اجتماعية،
أسرية تربوية على كل المستويات. اليوم سأحدثكم في هذه الحصة الجديدة عن الاستعدادات ليلة الخروج من البيت بعد أن أتم الحاج كل استعداداته. تأتي ليلة الخروج من البيت، وددت أن أقدم لكم بعض النصائح من البيت إلى الطائرة. وأول هذه النصائح أنه ينبغي على الحاج أن يتخذ حقيبتين، حقيبة صغرى يدوية ستكون معه في الطائرة، وحقيبة كبيرة يحمل فيها أدباشه وأغراضه، وهذه تشحن في الطائرة. وأنصح حجاجنا الميامين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بأن يتخذوا جرعتين من الدواء الكافيتين لطيلة الفترة التي سيقضيها، وأن يجعل جرعة في الحقيبة اليدوية وجرعة في الحقيبة الكبيرة تفاديا لفقدان إحداهما لا قدر الله حتى لا يفقد دواءه. في الحقيبة اليدوية ننصح بأن يكون فيها الأوراق الشخصية، دفتر الصحي، جواز السفر، المال، مصحف القرآن، كتاب الدعاء، الإزار والرداء إذا أراد الإنسان أن يتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة. كذلك يمكن أن يصطحب معه الحاج شيئا من اللمجات، شيئا من حبات التفاح أو غير ذلك فقد يحتاجه في طريقه. ثم ينظف الحاج بدنه بأن يقلم أظفاره ويحلق عانته ويغتسل ويتطيب، فإذا أراد الخروج من بيته صلى ركعتين إن كان خروجه وقت حل النافلة. ثم يدعو بدعاء السفر، كأن يقول مثلا، وأدعية السفر كثيرة، كأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده. أو أن يقول مثلا: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن كثيرة. ثم يدعو لأهله وذويه، ويدعو لبلاده ولسائر إخوانه المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، فدعاؤه مستجاب بإذن الله تعالى. ثم يودع الحاج أهله وأقاربه ويتوجه إلى المطار، أين ستكون بداية الرحلة المباركة. وننصح هنا بعدم صاحبة الحجيج لعدد كبير من أفراد العائلة، فسيارة تكفي لنقل الحاج، والله الموفق لسائر حجيجنا الميامين. من النصائح التي أود أن أوجهها إلى إخواننا وأخواتنا ألا يرهقوا أنفسهم قبل السفر. فمن عاداتنا التي تعد عادات سيئة أن من أراد الحج والعمرة فإنه لأسبوع أو أكثر من ذلك يسهر كل ليلة لساعة متأخرة من الليل، ولا يصل إلى ليلة السفر إلا وهو مرهق وهو منهك. فنوصي إخواننا وأخواتنا بأن يأخذوا قسطا وافرا من الراحة استعدادا لهذه الرحلة المباركة. فإذا وصلت أخي الحاج إلى مطار الاستقبال ببلدك قبل أن تصل إلى جدة، ما زلت في بلدك الذي ستنطلق منه، فهنا ننصحك بالانتباه لأوراقك الشخصية، للإجراءات الإدارية والجمركية والأمنية، وتفقد دوما حقيبتك اليدوية وأوراقك اللازمة وأموالك، وكن في غاية من الوعي. فالحج يتطلب من صاحبه وعيا وإدراكا ويقظة إلى حد كبير. ثم تدخل بعد ذلك إلى قاعة الانتظار، قد يطول انتظارك فلا تعجب، وقد يطول انتظارك فلا تصخب، وقد يطول انتظارك فلا تغضب. أنت عودت نفسك ابتداء كما بينا
على الصبر وعلى حسن معاملة الناس، وأنت مشغول الآن بذكر الله، إن كان الوقت وقت أداء لصلاة النافلة فصل النافلة، وإلا فاقرأ القرآن، وإلا فاذكر الله تعالى، وإلا فادعو بما شئت فدعاؤك مستجاب، إلى أن يأذن لك القائمون على هذا الشأن أن تركب الطائرة. فلا تتعجلوا ولا تزاحموا، اصبروا وصابروا، واعلموا أن مقاعدكم مرقمة، وكل إنسان سيجلس في مقعده. إذا أخذتم مقاعدكم في الطائرة فاشكروا الله على فضله الواسع. ومن استطاع أن يقول الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فيا حبذا، هذا أمر مسنون وهذا أمر محمود، أن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تدعو دعاء السفر مرة أخرى. نعم أيها الحجاج الميامين، وأنتم في الطائرة اشتغلوا بذكر الله تعالى، استمعوا إلى إرشادات طاقم الطائرة وإلى إرشادات الأخ المرشد الديني أو المرافق الذي سيمدكم ببعض الإرشادات، ولا تقولوا إلا خيرا، فأنتم مقبلون على خير بقاع الأرض، وأنتم مقبلون على إقامة أعظم شعائر الله تعالى. فأروا الله من أنفسكم خيرا. أود أن أوصيكم هنا بالصلاة يا حجاج بيت الله، فإياكم أن تؤخروا الصلاة عن وقتها، فالصلاة إذا حان وقتها في المطار أو في الطائرة أو في الباخرة تؤدى ولا تؤخر. وأنصح هنا حجاجنا الميامين، إذا وافقتكم صلاة فريضة وأنتم في الطائرة، فمن كان متوضئا فلا بأس، ومن لم يكن على وضوء فيحسن به أن يحمل في حقيبته الصغيرة حجارة صغيرة ليتيمم بها، فيتيمم ثم يصلي وهو جالس في كرسيه صلاة قصر إن كانت الصلاة رباعية، مستنا بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم وتأخير الصلاة عن وقتها، حتى إذا وصلتم إلى مطار الوصول، إما أن يكون مطار المدينة المنورة، وإما أن يكون مطار جدة لمدينة الحجيج أيها الحجاج الميامين. وسأؤخر الحديث عن الإحرام الآن، أهيئكم للتعامل مع هذه الظروف. فستنزلون بعناية الله تعالى، وستحط بكم الطائرة بعناية الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ستتبعون جملة من الإجراءات، وقد يطول بكم المقام في قاعات الانتظار، فلا تضجروا ولا تقلقوا، قد يتطلب الأمر 5 ساعات أو 6 ساعات أو 8 ساعات من الانتظار والإجراءات هذه البسيطة. فاعلم أنك حاج، واعلم أنك مدعو إلى الصبر وإلى الخشوع، فلا تتعجل ولا تؤذي أحدا بقول أو بفعل. وبعد أن تتموا الإجراءات الجمركية ستتوجهون إلى إخوانكم من المرافقين أو المرشدين أو المسؤولين لتتموا بعض الأعمال والإجراءات، ثم تتوجه إلى الحافلات. وهنا أجدد نصيحتي ووصيتي لكم بالصبر والتريث وعدم التعجل، وأن تتعاونوا مع إخوانكم المرافقين وإخوانكم المسؤولين، وأن تتثبتوا قبل الصعود إلى الحافلة من وجود أمتعتكم وحقائبكم على متنها، ثم تصعد الحافلات وتأخذ مقاعدكم في خشوع وإنابة وذكر لله تعالى. من أراد أن يستريح فله ذلك، من أراد أن ينام وقد غالبه النعاس فله ذلك، من أراد أن يقرأ قرآنا أو أن يذكر الله تعالى فله ذلك. ولكني أوصيكم بالصبر، لأن مكثكم في الحافلة قبل أن تتحرك قد يدوم ساعة وقد يصل إلى 2 ساعتين أو أكثر، ومحرك الحافلة يشتغل. فأوصيكم هنا بالصبر بذكر الله تعالى، كل ذلك داخل في إطار هذه الرحلة المباركة. ثم تنتقل بكم
أشواق هذه الرحلة المباركة صوب مكة المكرمة أم القرى بلد الله وحرمه الأمين، فإذا عاينت أبصاركم بنايات مكة وشارفتم الدخول إلى حرم الله الأمين فادعوا بالدعاء المأثور عندكم في الكتيب، تجدون الدعاء المأثور، أو تدعون بما تجيش به الخواطر، وهذا مطلوب. ومما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، وهو أن تقول أيها الحاج الكريم: اللهم إن هذا حرمك وحرم نبيك، فحرم جسمي ولحمي على النار. اللهم إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال قليلة، اللهم فتقبل مني يا أرحم الراحمين، اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك. وهكذا أيها الحجاج الميامين تكون ذلك هو حالكم حتى تصلوا إلى أماكن السكن. وهنا أنصحكم أن تحسنوا التعامل مع الإخوان المرافقين والمسؤولين الإداريين بأن تقدم كل مجموعة بطاقات السكن لتسهلوا عملية أخذ الشقق والتسكين وأخذ الغرف، ثم بعد ذلك تستقروا في بيوتكم وتسألوا الله من واسع فضله الذي بلغكم مكة المكرمة والذي بلغكم حرمه الأمين. وأنتم ستستعدون الآن بعد أن أحرمتم كما سنبين، ستستعدون الآن للقيام بالطواف وللخروج إلى بيت الله الحرام. يمكنكم وأنتم في النزل أن تأخذوا قسطا من الراحة، أن تأكلوا قليلا، أن تجددوا الوضوء، أن تستريحوا قليلا، كل ذلك ميسور بفضل الله تعالى. ما أؤكد عليه هو أن تستمروا على خشوعكم وسكينتكم وذكركم لله تعالى وخفضكم للجناح مع إخوانكم، مع ترديد نشيد الضيافة وهو التلبية، وهو قولكم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله على فضله الواسع. وحتى لقاء آخر أترككم في عناية الله وحفظه يا ضيوف الرحمن، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله الصلاح والتقوى ووفقكم أينما حللتم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.